اتعامل مع الأولاد، اتعامل مع النساء، اتعامل مع الغرباء. مرة في الهيكل طرد الباعة والصيارفة في دار الأمم في الهيكل العظيم اللي بناه هيرودس الكبير، وطرد كل الباعة وقال بيتي بيت الصلاة لكل الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، بيت للتجارة، كوربشن، فساد، برشوات، بربح قبيح، بالطمع في المكان العبادي أصبح مكان اللي فيه الفساد الديني والظلم الاجتماعي والفساد طبعا الديني. اتعامل مع العبيد والمحتاجين أيضا، اتعامل مع المظلومين في المجتمع، وتعامل أيضا مع المضطهدين.